مرحبا، أنا الدكتور ديفيد أبو خليل، اختصاصي بالعلاج الطبيعي، اختصاصي بعلم نفس الباطن، عندي أكيد اختصاص سايكوسكشوال ثيرابي، كمان متخصص بعدة اختصاصات مثل مكافحة الألم، أكوبونكتشر، تشاينيز ميديسن وغيرها. موضوعنا لليوم هو أكيد علاج الطاقة العضوية. الوركشوب يلي راح يصير بأسبوع القادم بستة وسبعة نوفمبر. هيدا العلاج هو علاج كتير أساسي وعلاج كتير مهم، لأنه من خلاله فينا نغير حياتنا. كيف فينا نغير حياتنا بعلاج الطاقة العضوية؟ راح تاخدوا بهيدا الوركشوب عدة تقنيات تطبيقية أكتر من نظرية، يعني راح أعطيكم خبرة تقريبا 20 سنة بعلاج الطاقة العضوية. من خلال هذا العلاج بتقدروا تغيروا حياتكم وحياة الناس اللي حولكم. كيف فينا نأثر بهذا العلاج على تفريغ المشاعر المكبوتة، على توازن الطاقة بقلب الجسم، وبنفس الوقت على أكيد التخلص من الآلام والعوارض الجسدية؟ هذا كله بتاخدوه بهذا الوركشوب يلي بيسمح لكم تكتسبوا أكثر من 5 تقنيات علاجية وخمسة تقنيات بالتشخيص، من خلال أكيد ميتيكولس دياغنوزس، تشخيص أساسي لعدة حالات. بهذا العلاج بتقدروا تعرفوا الإنسان إنه مكون أكيد من جسد، من نفس، من روح. لازم نشتغل على كل هالجزئيات تنقدر نعطي العلاج الأمثل ونقدم العلاج الأمثل للكلاينتس تبعنا. من خلال هذا العلاج رح تكتشفوا أكيد التواصل يلي هو بتصير بين العقل وبين الجسم بنفس الوقت. رح تشوفوا إنه كل الأفكار السلبية يلي نحن أوقات بتقطع براسنا بتولد مشاعر سلبية، وهيدي المشاعر السلبية ما بتتبخر. هيدي المشاعر السلبية بتتحول لإيموشنال بلوكس، بيقعدوا بالجسم بنقط معينة وبيسببوا ازدياد لهرمون الكورتيزول بالجسم، وكل ما يعلى الكورتيزول بالجسم بسبب لنا اكيد ضعف بالاميونيتي، ضعف بجهاز المناعه، بسبب لنا امراض مزمنه، بسبب لنا التهابات بالدماغ، وبسبب لنا اكيد امراض بالقلب وبطء بالهضم وعده امراض اخرى. كل ما هالكورتيزول يعلى بالجسم بسبب انحسار لشرايين الطاقة وللموفمنت أو لحركة الطاقة العضوية بالجسم. كيف فينا من خلال استعمال البندلوم نقدر نفحص هذه الطاقة؟ ما ضروري بس الطاقة بالجسم، حتى طاقة المكان. رح تتعلموا هذا الشيء، تتعلموا كيف فيكن تفحصوا الطاقة، تعرفوا إذا الطاقة هي زايدة بالجسم أو الطاقة هي ناقصة بالجسم. رح تعرفوا كمان تصلحوا الطاقة بالبندلوم، وتصلحوا الطاقة بأكثر من 4 طرق تانية من خلال دورة علاج الطاقة العضوية. هيدي الدورة شو تتميز؟ بتتميز هيدي الدورة إنه بتتناول الشق العلمي والشق اللي هو تراديشنال. يعني نحن بنعرف إنه عند اليونانيين كانوا يسموا الطاقة بنوما، عند الصينيين كانوا يسموها تشي، عند اليابانيين كانوا يسموها كي، وبعدة حضارات تانية كانت عندها تسميات مختلفة، مثل الحضارة الهندية كانت تسمى برانا. هيدي الطاقة من آلاف السنين هي موجودة. شو بقولوا كل الحضارات عنا؟ كيف كانوا يستعملوها؟ وشو بقول العلم الحديث مع أبحاث دكتور كروتكوف وغيره عن الطاقة؟ كيف فينا نقيس علميا ضمن مكانات مثل فولت ميترز او عده سبيسيفيك كاميراز بيقدروا يفحصوا هيدي الطاقه العضويه ويشوفوا الجسم كيف كان قبل العلاج وكيف كان بعد العلاج من خلال ادله علميه. رح نشوف اكيد بحسب الابحاث بهيدي الدوره، البحث يلي صار بجامعه تايوان اللي بين كيف انه علاج الطاقه العضويه خفف اكيد الجروث ريت اوف بروستات كانسر. رح تشوفوا عدة أبحاث علمية أخرى، كل شيء بالعلم أثبتوا
بالنسبة للبنفيتس يلي بيعطيها الطاقة العضوية وعلاج الطاقة. رح نشوف أيضا عدة أبحاث تانية تناولت تأثير الطاقة على الجهاز العصبي، وكيف الطاقة بتقدر توصل الجسم والجهاز العصبي لردة فعل استرخائية أو ريلاكسيشن ريسبونس. ف شو يعني ريلاكسيشن ريسبونس؟ يعني هيدا الجسم بفوت بنوع من استرخاء، النفس تبعنا بصير أبطأ، دقات القلب بتصير أبطأ، ضغط بيوطى، النيتريك أوكسيد خلال الزفير بزيد، وهذا الشيء بوسع الشرايين. رح تشوفوا كل الأدلة العلمية، ورح تشوفوا خبرة 20 سنة بعلاج الطاقة العضوية، كيف أنا فيني أفحص الطاقة العضوية بطريقة كتير تكون efficient، أقدر أعرف حركة السفن شاكراز أو سبع شاكرات يلي هن موجودين بالجسم، يلي هن بيعملوا ريفلكشن للصحة الجسدية والعاطفية والنفسية. حيالله خلل بمراكز الطاقة بالجسم بيقدر يعطيني صورة عن الحالة النفسية والجسدية عند الشخص، وكيف فيني أنا من خلال علاج الطاقة بعدة تقنيات رح تستعملون ورح تتعلمون أقدر أثر على الصحة النفسية العاطفية، صحة المشاعر، والصحة الجسدية عند الأفراد. ليه هيدا العلاج مهم؟ لأنه هذا العلاج بخليكم تتعلموا تفحصوا حالكم وتعالجوا حالكم وتحموا حالكم من الطاقة السلبية يلي هي موجودة بالعالم عند كتير أشخاص. في عالم منحس إنه وقت نقعد معهم إنه عم بختنق أو مني مرتاح أو مش عارف كيف بدي فل، اتجنب الجلوس مع هذا الشخص. في أشخاص تانيين منحس معهم إنه خي بنبسط أو برتاح وتقعد مع هذا الشخص، لأنه كل شيء فايبس، كل شيء ذبذبات، وهيدي الذبذبات موجودة وصارت حتى تنقاس بطريقة علمية. كيف فينا نحمي حالنا من الذبذبات السلبية، وكيف فينا نعمل كونديشنينج لدماغنا ولجسمنا ونعلي الذبذبات الإيجابية تنقدر نحصل على صحة جسدية، صحة نفسية، صحة عاطفية أفضل؟ كيف فينا نعمل من خلال الطاقة أو علم الطاقة نقدر نوصل للأحلام تبعنا، نقدر نحط حالنا بذهنية إيجابية نقدر نجسد الأحلام والأفكار الإيجابية اللي نحن بدنا نوصلها؟ هذا كله بتاخدوه بهيدا الوركشوب يلي هو تو فول دايز، بأكيد 6 و7 نوفمبر. أكيد بتقولوا لي إنه بس بيومين بدنا نتعلم هولي كلهم، أكيد لا، بهاليومين رح تتعلموا هولي ورح تبعكم لمدة شهرين على نعمل واتساب جروب تبعكم نعمل ديسكشن او مناقشه لعده كلينيكال كيسز، لعده حالات اقدر جاوبكم على تساؤلاتكم. الدوره رح تكون باللغه العربيه، رح يكون اكيد بعد فتره او بعد شهر تقريبا نعمل دوره باللغه الانجليزيه للاشخاص يلي هن بيحكوا عربي وانجليزي. نقدر بهيدي الدوره اكيد تكون باللغه العربيه والانجليزيه وكمان باللغة الفرنسية للأشخاص يلي هن interested بأنه ياخدوا التيرمز وياخدوا أكيد المعلومات باللغة الفرنسية. رح تتعلموا بهيدا الوركشوب كيف فيكم تكونوا good healers، لأنه مش حيالله حدا بيقدر يكون a healer. ليه؟ لأنه بمجرد ما أنا عايش بنوع من anxiety أو عايش بحالة beta state بنسميها، أو بحالة بيتا برين ويف، يعني دائما انا عندي ثينكينج مايند، دماغي دائما عم بيشتغل، هيدا الشيء بيمنع انه انا اتواصل مع ذاتي العليا واقدر انقل وافحص الطاقه او حتى اتحكم بالبرانا، اتحكم بالطاقه. فرح تتعلموا كيف تقدروا تفرغوا دماغكم من كل المشاعر ومن كل الافكار، تتعلموا كيف تنتقلوا من بيتا ستيت لألفا ستيت، لأنه بمجرد ما تنتقلوا لألفا ستيت رح تفوتوا بنوع من شيء بنسميه ديب ريلاكسيشن أو استرخاء كامل. هذا الشيء بيسمح إنه تقدروا تتواصلوا مع ذاتكم العليا، وتقدروا بنفس الوقت تكونوا عايشين بسلام داخلي
بمكنكم انكم تعرفوا حالة الطاقة العضوية بجسمكم وعند الآخر، وتقدروا تكونوا تصلحوا بطريقة كتير سريعة حالة الطاقة بالجسم، الشيء اللي بيأثر مش بس على حالة الطاقة بل أيضا على حالة المشاعر يلي أنا حبسها جواتي، وبنفس الوقت على كل العوارض الجسدية يلي منعاني منها. وهذا الشيء مثبت بحسب الدراسات العلمية، كيف إنه البرانيك هيلينج بيقدر حتى زاد بحسب الدراسات العلمية اللي صارت بيونيفرسيتي أوف كاليفورنيا، كيف علم الطاقة وعلاج الطاقة العضوية قدر يأثر على حياة الخلايا، يزيد حياة الخلايا أكثر من 50% من الكنترول جروب. فعم نحكي عن أشياء مثبتة علميا، عليها دراسات علمية، وأكيد بحاجة لأكثر دراسات علمية تنشوف قد ايه علاج الطاقة بيقدر يفيدنا بعدة، إذا بدنا نقول نواحي بالصحة، أكانت صحة عاطفية أو صحة نفسية. رح نشوف أيضا بهيدا العلاج المميز اللي بميزه مش بس إنه هو علاج طاقة، أنا جامع بهيدا الوركشوب أكثر من 9 مدارس بعلاج الطاقة، وبنفس الوقت جامع فيه أكيد الشق اللي هو تراديشنال، أسرار علاج الطاقة القديم، وكل شيء أكيد علمي. ليه؟ لأنه رح تشوفوا إنه الكلاينتس يلي بيجوا لعندكم أو الزبائن يلي بيقصدوكم، في زبائن هن ثينكي وبحبوا تحكون بطريقة علمية وتفسروا لهم بطريقة علمية، وفي أشخاص هن بسمون فيلي، يعني أشخاص بيأمنوا بالطاقة، بحسوا بالطاقة تبع الشخص الآخر، فمنهم بحاجة كتير تفسر لهم علميا. فرح تاخذوا المدرستين تتعرفوا تتواصلوا مع الزبائن تبعكم بالطريقة يلي بتناسب الزبائن تبعكم، وتكونوا بنفس الوقت فعالين بعلاج الطاقة، تعرفوا تعملوا مانيبوليشن للبرانا، يعني تعرفوا كيف تقدروا تستخدموا هيدي الطاقة وكيف تقدروا تبعتوا هيدي الطاقة منكم للشخص الآخر توصلوا له الشفاء يلي هو بحاجة لإله. رح نشوف أكيد بهيدا الوركشوب درجات الوعي، الستيتس اوف كونشسنس بنسميهم، كيف درجات الوعي بتختلف من شخص لآخر، وكيف فيني أوصل لدرجات وعي عالية، لأنه هدف الإنسان بالوجود إنه ينمي الوعي تبعه. كل ما انا اكون بوعي منخفض، يعني كل ما انا افكر انه انا هلا موجود بهذا الكون كرمال اكل واشرب وانجح وطلع مصاري، انا بكون بوعي منخفض. كل ما احول حياتي لخدمة الاخر، كل ما تكون هذا الاخر يلي موجود بحياتي هو امتداد لإلي، واعرف انه انا اذا شفيت انسان واحد كأنه شفيت الكون كله، واذا انا ضريت شخص واحد كأنه ضريت الكون كله، درجة الوعي تبعي بتصير أعلى وأعلى، وبصير أعرف إنه الشخص الآخر هو امتداد لألي، هو ما أنا مني منفصل عن الشخص الآخر، بل على العكس تمام، كلنا واحد. هيدا منشوفه كل ما نطلع بالستيت أوف كونشسنس، ونصير نعرف ما نحكم على الأشخاص التانيين، دايما نعطي أعذار للأشخاص التانيين يلي يمكن هن بيتصرفوا معنا بطريقة سيئة، بس هذا هو الستيت اوف كونشسنس تبعهم، فما بحكم عليهم بل على العكس بعطيهم اعذار وبحاول ساعدهم بعلاج الطاقه، اكان علاج الطاقه عن قرب او علاج الطاقه عن بعد. رح تاخذوا بهذا الوركشوب مدخل لعلاج الطاقه عن بعد، تقنيات علاج الطاقه عن بعد، لانه هو هذا الوركشوب ما رح يكون كتير نظري بل رح يكون تطبيقي اكثر من نظري، يعني رح اعطيكم خلاصات أكيد الأدلة العلمية والأدلة اللي هي نظرية، ورح يكون أكثر تطبيق، يعني كيف فيني بطريقة تطبيقية اشتغل قدامكم، تشوفوا عم تفحصوا الطاقة بالتقنيات تستعملوها بطريقة مباشرة، وكيف تحسوا الطاقة عم تطلع من إيديكم، كيف فيكم بأكثر من 5 طرق تعالجوا هيدي الطاقة بطريقة تطبيقية، وحتى أيضا رح أعطي تقنية هيدا الشيء أكيد رح أعطيه
بظرف يومين، ورح نضلنا شهرين مع بعضنا نشتغل بهيدا العلاج بطريقة كتير متطورة، لأنه هيدا العلاج هو من أهم العلاجات يلي منقدر من خلالها نغير حياتنا ونغير حياة الأشخاص يلي بهمونا بحياتنا. رح نحكي أكيد عن كيف فينا نحضر حالنا قبل جلسة علاج الطاقة، كيف فيني أحمي حالي من حيالله طاقة سلبية، وكيف فيني أتحكم بالطاقة بجسمي تا أفتح كل أبواب الطاقة وأعلي الأنرجي يلي هي موجودة بقلب الجسم. رح نحكي أيضا عن المشاعر يلي كل شعور معين بيقدر يأثر على الطاقة تبعه. رح أعطي إكزامبل للأشخاص يلي هن انترستد بهذا العلم. مثلا إذا أنا دايما عايش بخوف أو دايما عايش بغضب وهيدا الغضب عم بيتملكني أو الخوف عم بيتملكني ما عم بعرف أخلص منه، هيدا هول الأنواع نوعين من المشاعر بأثروا على الروت شاكرا، والروت شاكرا هي الطاقة يلي موجودة بأسفل الطاقات السبعة. هيدي الشاكرا إذا سكرت بتأثر لي على كل شيء فاينانشال، على كل شيء مادي بحياتي، وبنفس الوقت بتأثر لي على علاقاتي بالآخرين. فمجرد أنا ما أفتح هيدي الطاقة بتقنيات معينة راح صرف كل مشاعر الخوف ومشاعر الغضب يلي أنا بكون حبسهم جوا، وبنفس الوقت إذا عندي أوجاع معينة بالحوض رح تبلش تخف تدريجيا. فعلاج الطاقة كيف حكينا بأثر على الجزئية العاطفية والجزئية الجسدية، غير إنه بخلينا نكون عم نحس بويلبينج بمشاعر إيجابية دايما، نحط حالنا بذهنية إيجابية. ونحن بنعرف وبنسمع دايما إنه لايك أتراكتس لايك، يعني إذا أنا الطاقة تبعي عالية وطاقة إيجابية رح أجذب طاقة عالية وطاقة إيجابية بحياتي. في أشخاص بيقولوا لي إنه ليه دايما بجذب أو دايما بتلاقى بأشخاص سلبيين، أو دايما بصير عندي نوع من أوبستكلز أو نوع من عوائق بحياتي. بمجرد ما أنا عندي الطاقة على تردد منخفض هذا الشيء رح يصير بحياتي، لأنه لايك أتراكتس لايك. إذا أنا عندي طاقة منخفضة رح أجذب أحداث وأشخاص عندهم طاقة منخفضة. إذا أنا عندي طاقة عالية، إذا أنا شايفة حالي من جوا، هيدا الشيء بكل بساطة رح تتعلموه أكيد، تتعلموا كيف تشفي حالكم من جوا. هيدا بكل بساطة أيضا رح يخليكم تجذبوا أحداث إيجابية وأشخاص إيجابيين بحياتكم. بهيدي الدورة اللي هي دورة مميزة جدا رح تتعلموا تقنيات متعددة تقدروا من خلالها تساعدوا حالكم وتساعدوا الآخرين، وتعرفوا العلاقة بين المشاعر، مختلف أنواع المشاعر كيف بتأثر على الشاكراز أو مراكز الطاقة بجسمنا. لأنه مراكز الطاقة بالجسم ما بتسكر أو بتصير كونجستد بتعبي طاقة هيك out of nowhere، لا، المشاعر يلي أنا ما بعبر عنها يلي أنا بحبسها، هيدي المشاعر ما بتتبخر، هيدي المشاعر بتسبب انسداد بشرايين الطاقة يلي بتوصل للشاكراز بتسبب لهم أيضا ضعف معين. فكرمال هيك رح تتعلموا كيف تتخلصوا من هيدي المشاعر السلبية. مثلا إذا أنا كتير عندي إيجو عالي وكتير شايف حالي على العالم، هذا الشيء بيأثر على باب الطاقة يلي موجود هون على باب المعدة. فكيف فيني أنا أتخلص من هذا الشيء؟ كيف فيني علي مستوى الطاقة العضوية؟ هذا الشيء رح تاخدوه in depth بطريقة كتير متطورة وبمعلومات تطبيقية تقدروا من خلالها عن جد يكون هذا الوركشوب هو life changing، يغير لكم حياتكم بطريقة سريعة جدا، من خلالها تقدروا كمان تأثروا على حياة الآخرين. رح تاخدوا بهذا الوركشوب كيف فينا نشوف الهالة أو الهالة أو الأورا يلي هي بتغلف كل الأشخاص وكل الكائنات الحية. رح تاخدوا أيضا أحدث تقنيات يلي بتخليكم تتحكموا بالبرانا، وأيضا أكيد كيف حكينا قبل نغوص أكتر
بالعلم الداوزنج تكنيك او استخدام البندلوم، كيف من خلال البندلوم بقدر افحص الطاقه وبقدر اتواصل مع الذات العليا تبعي، يعني فوت بداخلي المطرح اللي فيه السلام اللي ما فيه كتير افكار سلبيه او مشاعر سلبيه. وهذا الشيء بيصير من خلال تقنيات متعدده هي خلاصه 20 سنه خبره بهذا المجال. انا دكتور ديفيد ابو خليل، اكيد I'm looking forward to see all of you on board. الدوره المميزه هيدي بحكينا انه بتجمع عده تقنيات علاجيه بعلوم الطاقه المتطوره وايضا التراديشنال القديمه، عده اسرار بعلاج الطاقه العضويه. رح تكون ب 6 و7 نوفمبر من الساعه 10 للساعه 5 بعد الظهر. من بعد هول اليومين رح نضلنا شهرين مع بعضنا نعمل واتساب جروب، واكيد بصير في كوميونيكيشن عن هيدا العلاج، نعمل ديسكشن عن عده حالات بتهمكم، وبقدر من خلال هيدا الوقت يجاوبكم على كل الاسئله يلي انتم بدكم اياها تعرفوا استيضاحات عنها. فثانك يو لكم، وثانك يو فور فولوينج مي. بشوفكم قريبا باذن الله.